قد لا نتمكن من إدراك حجم الألم الذي يرافقهم، وإن أدركنا فما الجدوى بعد أن ضاقت بهم كل السبل ولم يجدوا من يسمع أناتهم التي ترتفع يوما إثر آخر أمام صمت مطبق وربما لا مبالاة من قبل الحكومة كما يقول أحدهم. جرحى تعز يموتون، تحت هذا العنوان أطلق ناشطون حملة في صفحات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الجرحى الذين لم يلتفت إليهم أحد منذ بداية الحرب على المحافظة. أكثر من 7000 جريح فريسة للإهمال، وأغلبهم تصل جراحهم حد الإعاقة الدائمة، كانت هذه الإحصائية الأخيرة التي رفعتها أغلب المنظمات الحقوقية في تعز. الأمر لم يتوقف عند الناشطين، فقد أطلق قائد اللواء 35 مدرعا بتعز العميد عدنان الحمادي نداء إلى قيادة الشرعية من أجل إنقاذ الجرحى الذين سقطوا خلال عدوان الميليشيا على المحافظة. وأمام كل هذه النداءات تظل جراح أبناء هذه المحافظة كبيرة كصبرهم ومعاناتهم، فوحدهم من يدفعون ثمن الإهمال من أرواحهم وأجسادهم أيضا.